أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تحت الضوء. بعد مرور أكثر من عام على استعادة الموصل من تنظيم داعش، ما زال سكان المدينة يتعرضون للابتزاز من قبل الميليشيات المنتشرة في الموصل، ومن يعترض يتهم أنه مع المتعاونين مع ما يعرف بتنظيم الدولة، ما دفع الأهالي إلى إطلاق نداءات استغاثة لإنقاذهم. فقد كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربة أن بعض الجهات الأمنية تبتز مكاتب صيرفة والمحلات التجارية، مؤكدا أن التفجير الأخير الذي استهدف مطعما شمالي الموصل وأدى لمقتل وإصابة أكثر من 38 شخصا كان عبارة عن محاولة ابتزاز، بعد أن طالبت جهات أمنية من صاحب المطعم مبلغا ماليا بشكل شهري إلا أنه امتنع عن تسليمه، فوضعوا مفخخة بغرض تهديده. كما أن اللواء نجم الجبوري نفى مسؤولية تنظيم الدولة عن التفجيرات الأخيرة التي حصلت في الموصل والقيارة، مؤكدا أنها من عصابات ابتزاز متنفذة والأسباب سياسية واقتصادية. السؤال المطروح، لماذا يستمر الدمار وعمليات النهب والسلب والابتزاز ضد أهالي الموصل بعد تدمير مدينتهم؟ من المستفيد من استمرار الانتهاكات من قبل الميليشيات المسيطرة على المدينة؟ أرحب بضيفي في الاستوديو العقيد ركن حاتم الفلاحي، الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. مرحبا بك سيادة العقيد. مرحبا بك، تحية لك والمشاهدي قناة الرافدين والضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ. أرحب أيضا عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، انضم معنا من عمان. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك الكرام. شكرا جزيلا لك. وأيضا سينضم إلينا الدكتور عبد الوهاب القصاب، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات، فمرحبا بكم ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير عن عمليات الابتزاز والإتاوات التي تفرض على أهالي الموصل بعد تدمير مدينتهم. نعلن النصر المؤزر لجميع العراق. بعد مرور كل هذه الفترة على إعلان الحكومة في بغداد استعادة محافظة نينوى، ما زال سكان المحافظة يتعرضون لممارسات مستفزة من ميليشيا الحشد والقوات المنتشرة في مناطق المدينة، مما دفع الأهالي إلى إطلاق نداء استغاثة لإنقاذهم. وأكدت مصادر من داخل مدينة الموصل أن موضوع الأتاوات في الموصل بات أمرا عاديا، ومن يعترض سيتهم بأنهم من المتعاونين مع تنظيم الدولة. الشكوى لم تقف عند الأهالي بل انتقلت إلى التصريحات الرسمية. فقد كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربة أن بعض الجهات الأمنية تبتز مكاتب الصيرفة والمحال التجارية، مؤكدا أن التفجير الأخير الذي استهدف مطعما شمال الموصل وأدى إلى مقتل وإصابة 38 شخصا كان عبارة عن محاولة ابتزاز، بعد أن طالبت جهات أمنية من صاحب المطعم مبلغا ماليا بشكل شهري إلا أنه امتنع عن تسليمه، فوضعوا المفخخة بهدف تهديده. وهو ما أكده أيضا قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، والذي نفى مسؤولية تنظيم الدولة عن التفجيرات الأخيرة في الموصل والقيارة، مؤكدا أنها كانت من قبل عصابات ابتزاز متنفذة ولأسباب سياسية واقتصادية. من جهته أكد النائب عن نينوى منصور المرعيد أن بعض الجهات السياسية فتحت مكاتب استثمارية لها في محافظة نينوى بهدف استغلال أهاليها والاستفادة منهم ماديا، محملا الحكومة في بغداد مسؤولية ما يجري. بينما ذهبت النائبة جميلة العبيدي إلى أبعد من ذلك بالقول إن الميليشيات المتواجدة بالمحافظة بدأت تضع عينها للسيطرة على آبار النفط والوزارات التي تدر المليارات، محذرة من خطورة تعدد القرار الأمني ووجود ميليشيا الحشد والميليشيات الأخرى التابعة للكتل السياسية ومحاولة كل طرف فرض سيطرته. ممارسات الميليشيات التي يتعاظم دورها يوما بعد يوم بات يهدد أم الربيعين في وجودها، ففي وقت يسعى أبناؤها إلى لملمة جراحهم ثمة من لا يريد لهذه المدينة أن تعود لسابق عهدها ويسعى لاستغلالها ونهبها بأبشع الطرق. أهلا بكم مرة أخرى. أرحب بك أستاذ سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي، الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. التفجيرات الأخيرة في الموصل وتصريح قائد عمليات نينوى أن ليس لتنظيم الدولة علاقة بهذه التفجيرات وأنها تمت من أو تقف وراءها ميليشيات متنفذة، كيف قرأت هذه التفجيرات وكيف قرأت هذا التصريح؟ نعم، حقيقة هذا التصريح يعود بنا إلى سابق الأيام أثناء معركة الموصل أو عند بداية معركة الموصل.
في بداية الأمر كانت ميليشيات الحشد الشعبي قد كلفت بواجبات بمحيط مدينة الموصل، لأن كانت هناك معارضة شديدة وكبيرة جدا من قبل العشائر السنية المتواجدة في المدينة، إضافة إلى حتى الجهات السياسية التي شاركت في العملية السياسية، إضافة إلى التحالف الدولي، رفضوا بأن تشارك هذه الميليشيات في عملية الدخول إلى مدينة الموصل، وكانت هناك شروط على مشاركة هذه الميليشيات. نعم. السؤال الآن، من الذي أدخل الحشد الشعبي إلى داخل مدينة الموصل بعد أن انتهت المعركة؟ يعني كان الأولى بالحشد الشعبي أن يدخل أثناء المعركة مع ضد تنظيم الدولة، خصوصا مع توقف وتلكؤ المعركة واستمرارها لفترة طويلة جدا حتى تم انتزاعها من تنظيم الدولة في تلك الفترة. لماذا لم يشارك الحشد الشعبي في تلك الفترة في الدخول إلى المدينة، وبعد أن تم استعادة المدينة تم دخول الحشد الشعبي إلى هذه المدينة لكي يفتح مكاتب داخل هذه المدينة ويقوم بما يقوم من أعمال، وكأنما نعود بالتاريخ إلى عام 2014 وما كانت عليه المدينة قبل عام 2014، وكيف كانت الهبة من هذه المدينة للتخلص من الأجهزة الأمنية وما كانت تعانيه من قسوة هذه الأجهزة وتعاملها مع الناس؟ إضافة إلى هذا، هناك سؤال آخر، أين الحشد السني الذي تم تشكيله مع الحشد الشعبي في تلك الفترة؟ هم ينادون بأن هناك حشد سني موجود من مدينة الموصل وأطلقوا عليه الكثير من التسميات، وموجودة عندي أنا قائمة بأكثر من 40 فصيل سني من الحشد السني الذي شارك مع الحشد الشعبي في تأسيسه. لماذا لا يمسك الحشد السني هذه المناطق؟ لماذا يتم تسليمها إلى الحشد الشعبي؟ إذن هناك مخطط، هذا المخطط يجري على قدم وساق، الحكومة في بغداد عاجزة عن وقف هذا المخطط وعاجزة عن السيطرة على عن هذه الميليشيات المنفلتة التي تقوم أو كما سماها الصدر بالميليشيات الوقحة. هذه الميليشيات لديها مخططات ومخططات خارجية تنفذ الآن في المناطق السنية بما فيها التغيير الديموغرافي. أنا أعتقد بأنه ما يجري الآن في مدينة الموصل كما صرح كثير من النواب الذين يشاركون في العملية السياسية بأن هناك عودة إلى الأوضاع التي كانت قبل عام 2014، وبدأت الأجهزة الأمنية المتواجدة داخل المدينة تسوم الناس مرة ثانية سوء العذاب من خلال الاعتقالات العشوائية ومن خلال فرض الأتاوات على كثير من أصحاب المهن في هذه المدينة، وكأنما هذه المدينة قد رجعت وقد تم تعميرها وما إلى ذلك. إضافة إلى هذا بأن المدينة تعاني من مشاكل كثيرة جدا، لا زال أكثر من 2 مليون شخص لحد هذه اللحظة هم نازحين في العراء، ونرى ما جرى أثناء السيولة التي اجتاحت مدينة الموصل في الفترة السابقة، وكيف رأينا كيف تم دخولها إلى كثير من المعسكرات التي أو المخيمات التي نصبت لأهالي الموصل. أنا أعتقد بأن هذه القضية هي قضية ممنهجة، وهذه القضية مخطط لها من قبل جهات خارجية يتم تنفيذها بأدوات محلية اللي هو الحشد الشعبي. أستاذ عبد القادر نايل، الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك. يعني هناك عودة إلى الأوضاع لما قبل عام 2014، هناك مخطط يجري على قدم وساق، يعني يستهدف المدينة، والحكومة عاجزة عن الوقوف بوجه هذه الميليشيات التي تقوم بالانتهاكات في الموصل، كيف تعلق؟ من المؤكد تماما أن الأوضاع هي تسير باتجاه رعاية حكومية وعمل ممنهج، وهو ليس عودة إنما هو استمرار بذات النهج الحكومي الإقصائي الذي يهدف إلى توسيع دائرة العمل باتجاه إذلال وباتجاه تدمير مدينة الموصل والمحافظات السنية بشكل خاص. ولذلك هم يسعون إلى عدم إعطاء الحقوق بالمطلق وعدم السماح لهذا المكون الكبير أن يكون جزءا من بناء العراق بطريقة واضحة. ولذلك هذا المخطط بالتأكيد ترتبط به إيران، التي تريد من خلال هذا العمل أن تكون لديها طرق منفتحة كبيرة باتجاه البحر المتوسط، سواء عن طريق الموصل، عن طريق الأنبار، إفراغ الأهالي من تلك المناطق أي الكتلة السكانية الكبيرة، وهذا لن يتم إذا لم تكون هناك إجراءات واضحة بالمضايقات، بالقتل، بالاعتقالات بطريقة واضحة تماما. الميليشيات اليوم هي ميليشيات محتلة لأرض الموصل، وهي قوات احتلال لأنها تنفذ أجندات إيرانية، وكل من يقول أن هذه القوات مرتبطة بالحكومة وما إلى ذلك هذا حقيقة يجافي الموضوع. هي التي تقود الحكومة وهي التي تضع السياسات الواضحة لها وللأجندات الدولية والإقليمية التي من خلالها تدعم هذه الميليشيات بطريقة واضحة. وقد رأى العالم أن ميزانية الميليشيات الحشد الشعبي
تساوي ميزانية الموصل، أي ما مجموع 120 ألف مقاتل منهم فضائيين هم يساوون ميزانية محافظة الموصل التي هي تبلغ 4.5 مليون نسمة. لذلك هم يسعون بأطر واضحة، ولذلك ترى أن الأطراف التي محسوبة عليهم بالمحافظة وتدعي أنها تمثل أبناء المحافظة كيف تخدم وتحاول تغطية ما يدري من جرائم بشعة في محافظة الموصل لصالح هذه الميليشيات. وقد رأيتم كيف يستعرض محافظ الموصل الذي هو يدعم من ميليشيات سيد الشهداء التي هي تتحكم بالملف الأمني داخل أيمن وأيسر الموصل بطريقة واضحة، كيف يستعرض على أنه يريد خدمة المواطن في دوائر الجنسية ودوائر التربية ويتجاوز ولا يستطيع الذهاب إلى المعتقلات التي في سلطة الميليشيات، ويقول لماذا لا يطلق سراح هؤلاء ويزورهم ويعلم أن هناك الآلاف من المعتقلين هو لمجرد تشابه الأسماء وهم غير مطلوبين بالمطلق، وبالتالي يجري عملية التعذيب عليهم. لم يذهب إلى إيقاف عملية المكاتب الاقتصادية التابعة لهذه الميليشيات التي تعتمد على رسم أتاوات واضحة بكل الأطر الموظف والمحال التجارية والمقاولين وأصحاب الشركات وأصحاب المحال التجارية كلهم لا بد أن يدفع باتجاه هذه المكاتب الاقتصادية التي اعترف بها ما يسمى رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي. معنا الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات، مرحبا بك دكتور عبد الوهاب. مرحبا. كيف راقبت دكتور عبد الوهاب ما يجري في الموصل من تفجيرات ومن أحداث وعمليات فرض إتاوات على أهل المدينة بعد تدميرها بالكامل؟ هو يعني من الواضح جدا عندما تغلغلت الميليشيات بعد انسحاب داعش فقد كانت تهدد على طول خط، وكانت يعني تتحدث بصوت عالي بأنهم سينتقمون من هؤلاء الناس الذين اعتبروهم من الضفة الأخرى، وأي أعمال إرهابية تمت بعد انسحاب داعش من الموصل تتحمل هذه الميليشيات مسؤولياتها، تتحملها من جانبين. الجانب الأول أن ليس هنالك قوة منظمة موجودة على الأرض سواها، والجانب الآخر أن القوات المسلحة النظامية لا حول لها ولا قوة، أن المتنفذ هم هؤلاء معروفة أسماءهم، معروفة انتماءاتهم، المعروفة منظماتهم. وهناك جانب مهم جدا أن واحدا من قادة هذه الميليشيات الذي هو قيس القزعلي يعني صرح بصوت عالي أنه سينتقم من الناس الموجودين في هذه الأماكن. الإشارة التي أشار إليها القائد الميداني موجود هناك كما أبلغ رئيس الوزراء الحالي بأنه ليس داعش التي قامت بالتفجير وإنما جهات متنفذة يعني بين قوسين محسوبة على نظام الحكم الموجود حاليا هي المسؤولة. هذا يعني يبين بأن هذه المناطق ستبقى مستهدفة من قبل هؤلاء تحت مختلف المسميات، يعني سميها داعش، سميها القاعدة، أو سميها الميليشيات المتحكمة في الساحة العراقية حاليا، وهي التي في واقع الحال أسهمت في تدمير البنى التحتية لهذه المناطق وفي تدمير هذه المناطق ومنع إعادة النازحين ثم منع إعادة الإعمار في هذه المناطق. أستاذ حاتم، يعني إذا كانت الحكومة عاجزة عن الوقوف بوجه هذه الميليشيات، يعني هذه الميليشيات لا سيما ميليشيا الحشد كيف خطط له وكيف يمارس دوره في الموصل وماذا خصص له؟ نعم، في البداية حقيقة الحشد الشعبي قبل بالتخلي عن المدينة وأن تكون المشاركة هي مشاركة في أطراف مدينة الموصل، ثم بعد ذلك صدرت الأوامر له بالتوسع أمنيا والسيطرة على كثير من النقاط المهمة والحساسة سواء كانت في مدينة الموصل أو في بقية المناطق. نحن عندما نتكلم اليوم عن الموصل حقيقة لا نستثني بقية المحافظات الأخرى التي هي تعاني نفس السطوة التي تعاني منها هذه المحافظة سواء كانت في الأنبار أو في صلاح الدين أو في مناطق كثيرة من ديالة. هذه المناطق أيضا مستباحة بشكل كبير جدا من قبل الحشد الشعبي. الحشد الشعبي بعد أن تم خروج تنظيم الدولة من المناطق كان يجب أن يخرج خارج المدن، ولكن ما جرى بأنه تم دخوله إلى هذه المدن وبدأ يبسط سيطرته الأمنية على هذه المناطق لكي تصبح هذه السلطة هي السلطة مشروعة في نظر أهل السنة في 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 العراق خاصة، يعني لأن هذه حقيقة الميليشيات لحد هذه اللحظة
تعتبرها كثير من الشخصيات وكثير من مناطق أهل السنة وكثير من الأحزاب بأنها ميليشيات طائفية شكلت من قبل طائفة واحدة. والدليل على هذا بأنه عندما تأتي إلى الحشد الذي سمي أو ما يسمى بين قوسين الحشد السني لم يعطى المميزات التي أعطيت للحشد الشيعي بما فيها التسليح، بما فيها كثير من المميزات التي حصلوا عليها. والدليل على هذا بأن لا نرى لهذا الحشد أي دور في مرسوم في الساحة العراقية، وإنما نرى الدور المرسوم هو الدور المرسوم للحشد الشيعي بالذات. يعني فنجد بأنه سطوته على مناطق أهل السنة كبيرة جدا، عدم خروجه من المدينة، أخذ يتوسع ويسيطر على كثير من المفاصل الحساسة سواء كانت أمنية أو سواء كانت عسكرية أو حتى مدنية. بدأ يتدخل حتى في عملية استجواب المواطنين، بحيث الأجهزة الأمنية الآن للحشد الشعبي تستطيع أن تستدعي أي مواطن للتحقيق بغض النظر عن الأجهزة الأمنية المتواجدة لدى الحكومة العراقية من استخبارات ومخابرات وأمن وطني وما إلى ذلك. لذلك نرى بأن هناك دور مرسوم لهذا الحشد هو السيطرة على مناطق أهل السنة سيطرة كاملة وجمع المعلومات، وبالتالي هو يعمل بأجندة مختلفة في هذه المناطق، يحاول السيطرة عليها اقتصاديا، يحاول أن يقوم بعملية تغيير ديموغرافي في هذه المناطق من خلال شراء الأراضي وشراء المناطق وشراء كثير من المعامل وما إلى ذلك من أمور، يحاول أن يتوسع في 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 اتجاهات كثيرة في هذه المناطق. أضف إلى هذا عندما تطرق الآن إلى مسألة الموازنة، الحشد الشعبي رصد له في هذه الموازنة لعام 2019 1,700,000,000، بينما لو جئنا إلى المحافظات ابتداء من نينوى 120 مليون دينار، محافظة الأنبار 100 مليون دولار، وكذلك صلاح الدين أقل من هذه النسبة بكثير. إذن الموازنة التي خصصت للحشد في هذه السنة هي أكبر من مجموع 3 محافظات أو 4 محافظات سنية. إذن يراد لهذا الحشد أن يتوسع أكثر وأن يسيطر أكثر في العراق أو في المناطق السنية، بحيث يكون له الدور البارز في السيطرة على هذه المدن وقيادة المخططات التي يمكن أن توجه إليه من قبل إيران أو من قبل أي جهات أخرى. هو يقوم بعملية تغيير ديموغرافي. هناك مناطق كثيرة من مناطق أهل السنة لم يسمح الحشد الشعبي لحد هذه اللحظة بعودة الناس إليها، في عزيز بلد وفي جرف الصخر وفي مناطق كثيرة من ديالى ومناطق في صلاح الدين. إذن نحن نتكلم عن مخطط مستمر لحد هذه اللحظة، عجزت الحكومة العراقية أو التحالف الدولي من الوقوف بوجه مخططات الحشد الشعبي بما فيها منع الناس من العودة إلى منازلهم لحد هذه اللحظة. أستاذ عبد الوهاب القصاب، رصد أكثر من 1,700,000,000 دولار للحشد، يعني هذه الموازنة الكبيرة لميليشيا الحشد، من وجهة نظرك يعني هل هي فقط لقتال داعش في العراق أم أن هناك مآرب أخرى؟ ربما إلى أي نقطة ممكن أن تصل سيطرة ميليشيا الحشد في العراق؟ أبدا، يعني عملية قتال ما يسمى بداعش أسطورة حقيقة. نعم. الهدف الأساسي هو تمكين الحشد الشعبي. الحشد الشعبي الآن ما لم يتخذ إجراء لإيقاف الأمور، وأنا أشكر أنه مثل هذا الإجراء سوف يكون موجودا، الحشد الشعبي الآن بصدد التحول إلى ما يشبه البسيج أو الحرس الثوري الديان الذي هو الحاكم الفعلي أو المسيطر الفعلي على الملف الأمني والملفات الحساسية للدولة الشرقية الموجودة إلى الشرق من إيران. فهذا المبلغ العالي الذي خصص إلى الحشد في هذا العام هو هدفه الأساسي هو تمكين الحشد الشعبي للتحول إلى القوة الأمنية الأولى في البلد، وإذا ما نجحت عملية تحويله إلى القوة الأمنية الأولى في البلد فيبدأ عندئذ وبمثابرة عملية التغيير الديموغرافي الحقيقي لهذه المناطق. لإيران حلم أن تسيطر على الكوريدور أو على الممر الذي يبدأ في جبال البامير على حدود أفغانستان الصين نزولا إلى البحر المتوسط. لو لاحظنا الآن بأن إيران موجودة في كل نقطة من هذا الكوريدور. المشكلة الأساسية التي تعاني منها إيران أن الكوريدور عندما يدخل إلى العراق ويخرج من العراق ثم يعبر سوريا، هذا القطاع من الكوريدور هو قطاع عربي سني لا يقبل بالسطوة الإيرانية، ولذلك فعملية إعادة التوزيع الديموغرافي ستساعد كثيرا
المنطقة تساعد على عملية إعادة يعني تغيير ديموغرافي، يعني المنطقة ما أن تخرج من ما أن تخرج من 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 الرمادي مثلا باتجاه الحدود، المنطقة مفتوحة، يمكن إنشاء مجمعات سكنية جديدة يسكنها ناس آخرون وبهويات أخرى، ثم تسلل إلى الجوار كما جرى في عملية التغيير الديموغرافي لبغداد أو لبصر. فعلينا أن ننظر من هذا المنظور، أن هذا الحشد هو لسبيل التحول إلى القوة الأمنية الأولى في العراق، ولأنه سيتحول إلى القوة الأمنية الأولى في العراق فيعطينا فكرة جيدة عما قام به الحرس الثوري الإيراني سواء في إيران أو في جوارها، فيكون امتداد للحرس الثوري الإيراني ولتطبيق مخططاته سواء على الأرض العراقية أو في الجوار. وواقع الحال شيء من التدخل من قبل هذا الحشد جرى في سوريا ومعلن، يعني هم أعلنوا وافتخروا بذلك، ثم هددوا بالدخول إلى اليمن، ثم هددوا في البحرين، ثم هددوا في السعودية. من هنا علينا أن ننظر إلى الموضوع بأبعاده المختلفة وبمداه البعيد وليس بالمدى الموجود أمامنا مباشرة، وهو يعني عملية نصب سيطرات هنا وهناك. أبدا ليس هذا هو الغرض، الغرض هو أوسع وأكبر وأخطر. شكرا لك دكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسية لوجودك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك أستاذ عبد القادر النايل، يعني التحالف شكل من أجل طرد داعش من الموصل، ولكن أليست المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة ونفس التحالف في نتائج ما بعد الحرب، ما يجري في الموصل الآن من كوارث، إهمال في إعمارها، عدم جدية في إعمارها، إهمال في إرجاع النازحين إلى مناطقهم، الآن السيول تضرب المدينة، المدينة معرضة لأكبر إبادة بشرية وقد تعرضت بالفعل، الآن هذا السكوت من قبل المجتمع الدولي، يعني المسؤولية ألا تقع على عاتقه أيضا؟ المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي شكل لمواجهة تنظيم الدولة، والذي هو كان السبب الرئيسي في عملية تهديم الموصل والمحافظات الأخرى والسماح لتمدد ميليشيات الحشد بطريقة واسعة تماما، وإلا فإن أهل هذه المدن قادرين على استعادة أمنهم، وبالتالي هو يسير في نفس المشروع الذي أسس من أجله مجلس الحكم والذي أسند بقانون 91 قيادة القوات الأمنية والعسكرية إلى 7 ميليشيات معلومة، وإلى هذه اللحظة شوف يتصارعون على وزارة الداخلية لأنها شكلت من ميليشيا معروفة وهي ميليشيات بدر. لذلك التحالف الدولي هو المسؤول المسؤولية المباشرة والأولى، لأنه هذه الحكومة وميليشياتها هي خصم حقيقي وعدو استراتيجي لأبناء هذه المحافظات، لأنها لم تمد لديهم أي أيدي من أجل أن تكون هناك عملية تفاهم، إنما هي مدت من اللحظة الأولى يدها بالاغتيال والتدمير والتهجير والمطاردة والاعتقال والتنكيل وما جرى ما بعد 2014 من تهديم ونزوع وتغيير ديموغرافي، وبالتالي استمرار الحالة على ما هي عليه. فإذا نحن اليوم لا يمكن لأبناء هذه المحافظات أن يتم تحميل الحكومة، لأن الحكومة وليدة ونتاج التحالف الدولي والاحتلال الأمريكي الذي سبقه على العراق. لذلك الولايات المتحدة قانوناً وأخلاقياً تتحمل كافة التبعات من حيث إخراج ميليشيات الحشد ومن حيث إعادة إعمار مدينة الموصل والتعويض الكامل والمنجز لما جرى من تدمير بطريقة واضحة ولا يمكن إخفاؤها. لذلك حقيقة رأيتم أن الطيران الفرنسي عندما قصف مدرسة في الموصل وقتل طلابها يزور سفيرها أو مندوبها الموصل وجامعتها، وبالتالي ماذا يمكن أن ينظر إليه أبناء الموصل، أو أن هذه الزيارة هي عملية غسيل الجريمة التي ارتكبوها؟ كان المفروض بهم أن يتم تحميلهم العواقب المادية والخسائر البشرية والتعويضات الحقيقية لما اقترفوه من قصف بطيرانهم على مدينة الموصل. وعلى هذا يجري الأساس أنه عملية صندوق إعادة الإعمار كذوبة على العراقيين وعلى أهل المحافظات المنكوبة، وأن ما يجري من تحالف دولي يريد أن يتملص من مسؤولياته هي أيضا جريمة بحقه، وبالتالي ينبغي أن يتحمل مسؤولياتها. لكن لا توجد حكومة أو ممثلين
حقيقيين على أبناء هذه المحافظات يمكن أن يحرجون اللاعب الدولي وأن يعملون بطريقة صحيحة لفرض القرارات أو فرض التوصيات التي من شأنها يحرجونهم في عملية إعمار هذه المدن وفي عملية التسوية السياسية الحقيقية التي هم يتحملون مسؤوليتها بالكامل. نعم أستاذ حاتم، يعني هنا لابد من ذكر نقطة مهمة جدا، أن هناك يعني تصريح لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي ذكر بأن إيران ستكون الرابح الأكبر من تفكيك والقضاء على تنظيم الدولة ما يعرف بداعش في العراق، ولكن هنا إيران تواجه أيضا من قبل أمريكا من خلال تضييق الخناق عليها اقتصاديا. هنا كيف تنظر إلى ما يجري في الداخل العراقي وفق هذا الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة؟ كيف سيكون دور ميليشيا الحشد من هذا الصراع؟ كيف تكون إيران رابحة في الموصل وكيف تكون خاسرة من حيث تضييق الخناق عليها اقتصاديا؟ نعم، مسألة الرابح من ما يجري في العراق، يعني في عام 2001 تم إسقاط حكومة طالبان في أفغانستان، نعم، فكانت إيران هي المستفيد من عملية إسقاط هذه الحكومة في أفغانستان. وفي عام 2003 تم إسقاط حكومة النظام السابق أو الحكومة العراقية السابقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أيضا الرابح الأكبر من هذه المعركة أو من عملية إسقاط الحكومة في تلك الفترة هي إيران. أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2011 ترك فراغا في العراق، قامت إيران بملأ هذا الفراغ بشكل كبير جدا. الآن في العراق وما يجري الآن من عملية عدم اكتمال للحكومة لحد هذه اللحظة بثمان وزارات لا زالت تعاني لحد هذه اللحظة الكابينة الوزارية من النقص في 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 إكمال الوزراء لهذه الحكومة، هو بسبب تصارع المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في العراق. دونالد ترامب ينظر إلى العراق بأنه الانسحاب كان خطأ استراتيجي كبير جدا، كان يجب على الحكومة الأمريكية أن لا تنسحب من العراق، خصوصا بعد أن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية خسائر كبيرة عندما انسحبت في عام 2011، انسحبت لكي تحفظ ماء وجهها في العراق، ولكنها تركت البلاد أو تركت العراق إلى إيران لكي تتمدد فيه بشكل كبير جدا. ما يجري الآن عندما نسأل من هي القوة الحاكمة في العراق، إيران ما هي القوة التي تحكم لإيران، سنجد بأن الجواب بسيط جدا، بأن الميليشيات هي القوى الرئيسية التي تعتمد عليها إيران للحكم في العراق. هذه الميليشيات تم تسليحها وتم تجهيزها وتم تدريبها وتمويلها وتقديم الاستشارة منها من قبل إيران، علما بأن الميليشيات بعد عام 2003 تم دمجها من قبل برايمر بصدور القرار رقم 2 بحل الأجهزة الأمنية، ثم بعد ذلك صدور القرار رقم 91 في عام 2004 لكي تدمج هذه الميليشيات لسبع أحزاب بما فيها الأحزاب المعارضة الكردية والأحزاب التي كانت الشيعية التي شاركت في مؤتمر لندن ومؤتمر أربيل، لتدمج قنوات للجيش العراقي في هذه الفترة. إذن يجب أن تنتهي مسألة الميليشيات من تلك الفترة. كيف ظهرت هذه الميليشيات؟ ظهرت هذه الميليشيات لأن إيران دعمت وسلحت وجهزت طوال الفترة الماضية إلى عام 2014 لكي تجد الغطاء الشرعي لهذه الميليشيات لكي تسوقها لمواجهة تنظيم الدولة. الآن ما يجري في العراق حقيقة الميليشيات تمددت ليس عسكريا وأمنيا فقط، وإنما تمددت سياسيا أيضا. الآن العصائب التي كانت لديها مرشح واحد في البرلمان الآن أصبح لديها 15 مرشح في هذه الحكومة. إذن نحن نتكلم الآن عن مشروع سياسي ومشروع عسكري. المشروع السياسي يقوده قادة الميليشيات أنفسهم، علما بأنه يتعارض مع نص القرار الصادر في الدستور في المادة 9 التي تعارض أولا تشكيل ميليشيات خارج الجيش العراقي، وقانون الحشد الشعبي الذي أيضا ينص على أنه يجب أن يختار السياسيين إما العمل السياسي وإما العمل مع هذه الميليشيات، ولكن الحكومة تركت هذه الميليشيات تعمل سياسيا وتعمل عسكريا إلى أن تمددت سياسيا وتمددت عسكريا بشكل كبير جدا. إذن ما يجري الآن في العراق هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تعود إلى العراق مرة أخرى، ولكن هذه العودة الآن أصبحت فيها معوقات كبيرة جدا، من ضمنها أنه وجود ميليشيات الآن أصبحت لديها سطوة، أصبحت لديها مشروعية من خلال تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي في الفترة السابقة، وأصبحت هذه الميليشيات تأخذ تمويلها، سابقا كانت من إيران، الآن أصبحت تأخذ تمويلها من الحكومة العراقية، تأخذ الأسلحة وتأخذ الأموال وتأخذ كثير من الأمور. الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي بداية أول ما قام بعملية مساواة ما بين الحشد الشعبي
الشعبي، عناصر الحشد الشعبي وبين القوات المسلحة ومن تسبيل القوات المسلحة. إذا لا تغيير، لأنه الدولة عاجزة وغير قادرة على مواجهة هذه الميليشيات. هناك ميليشيات الآن تقاتل في سوريا منذ سنين، لا زالت هذه الميليشيات تقاتل لحد هذه اللحظة. قبل أيام تم قتل خبير متفجرات في اليمن. إذا هناك هذا المخطط هو ليس للعراق فقط وإنما للمنطقة، وهذه الميليشيات تنتشر بشكل كبير جدا، سواء كانت في العراق أو سواء كانت في اليمن أو سواء كانت حتى في مناطق أخرى. نحن نتكلم عن مشروع إيراني حقيقة. هذه الميليشيات هي الهوية العراقية، ولكن الهوى والولاء إيراني بشكل تام لإيران، وبالتالي نحن نتكلم عن مخطط إيراني يدار في المنطقة بأدوات محلية من ضمنها ميليشيات الحشد الشعبي، سواء كانت في العراق أو في مناطق أخرى. أستاذ عبد القادر، يعني هل يعني نستطيع القول بأن هذه الميليشيات ربما ستكون متنفسا للخلاص من العقوبات الاقتصادية التي فرضت من قبل الولايات المتحدة على إيران؟ من المؤكد تماما أنه أساس دعم هذه الميليشيات هو للنفوذ الخارجي للنظام الإيراني، وبالتالي إيران تعلم تماما أن الأوراق التي لعبتها وقد تجاوزت الخطوط الحمراء التي منحت لديها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وبالتالي هي حققت ما تريده الأسرة الدولية من خلال أنه زرع ورمي أحضان أنظمة عربية باتجاه التطبيع مع إسرائيل خوفا من التمدد الإيراني، وبالتالي للحفاظ على مكتسباتهم وحكمهم. هذا كله حقيقة من غض الطرف الأمريكي الذي أراد التمدد الإيراني بهذه الطريقة. بالتأكيد هذه الميليشيات هي كل عملها خارجي، والعمل الخارجي الإيراني يقتضي أولا المساهمة في الحفاظ على الاقتصاد والتغلب على العقوبات الأمريكية، وثانيا التمدد في مشاريعه الاستراتيجية الخارجية دون أن يخسر النظام من وارده القومي شيئا. ولذلك تجد أن هذه الميليشيات اليوم خسائر النفط العراقي 20 مليون دولار يوميا بسبب تهريب خاص للميليشيات. هذا كله المبلغ يذهب من أموال عراقية لصالح غسيل أموال لصالح أنشطة إيرانية خارجية، وبالتالي يخفف العبء عن التزامات إيران المالية تجاه ميليشيات وفضائيات وفرق اختيارات منتشرة في المنطقة للعمل خارجيا. وبالتالي هناك أيضا من عملية تهريب النفط من خلال التلاعب في العدادات والتصدير، وكذلك من خلال استيراد المشتقات النفطية من إيران، يعني 17 مليار دولار سنويا. يعني نحن في العشرة أشهر الأولى من 2018 هناك خسائر 17 مليون. بالتالي فرض على التجار أن يستوردوا البضائع الإيرانية وإن كانت فاسدة وإن كانت مصرفنة. اليوم التقارير الطبية تقول أنه أكثر سرطان القولون الذي انتشر في جنوب العراق كله بسبب المواد الغذائية الإيرانية. اليوم نحن في 7 أشهر الأولى وإيران قد باعت للعراق بخمسة مليار ونصف دولار، 5 مليارات ونصف من الدولار بضائع إيرانية. وبالتالي هذا كله حقيقة يزيد من الاقتصاد الإيراني ويكون بابا لكسر هذا الحصار والعقوبات. ولولا الميليشيات لما استطاعت إيران أن تحقق هذه المكتسبات الاقتصادية، فضلا على أن الميليشيات كونت بيئة حقيقية من ساحات تدريب لمواطنين إرهابيين منبوذين من بلدانهم احتوتهم العراق، وقد منحت لديهم الجواز العراقي والجنسية العراقية، مواطنين بحرانيين وإماراتيين وسعوديين ويمنيين وكذلك من دول أخرى، وبالتالي معسكرات جرف الصخر التي تقودها الحرس الثوري وحزب الله اللبناني واضحة المعالم ومناطق أخرى. فضلا على أن الصواريخ الإيرانية اليوم التي تتفاوض من أجلها أنها لا تريد إطلاقها على دول معينة ومنها إسرائيل أو مكانات أخرى أو معسكرات أمريكية، هذه الصواريخ لولا الميليشيات لم استطاع الإيرانيين نقلها في جرف الصخر والزعفرانية ومناطق حدودية في ديالة. لذلك هناك عمل منظومة كبيرة تقودها الميليشيات، فضلا على أن اليوم العراق بات بلدا يزرع الحشيش من المخدرات والكريستال في صحراء الموصل وصحراء الأنبار، ثم يباع إلى الدول الأوروبية ودول المنطقة بملايين الدولارات، وبالتالي كلها تذهب ريعها إلى النظام الإيراني ليكون حقيقة باكورة عمل منظم تريد من خلالها الاستمرار الإيراني وبالتالي كسر هذه العقوبات. ولذلك النظام الإيراني يتبجح بهذا الإطار بسبب أن الميليشيات نفذت له كل هذه الأمور وهناك زيادة.
أستاذ حاتم، إلى أي مدى من وجهة نظرك تحققت أهداف التغيير الديموغرافي في العراق؟ نعم، لا شك أن التغيير الديموغرافي لا زال مستمر لحد هذه اللحظة، يعني لم ينقطع منذ بداية الاحتلال ولا حد هذه اللحظة. هناك مناطق كثيرة الآن حقيقة لحد هذه اللحظة لم يسمح لأهلها الذين نزحوا عنها أثناء العمليات العسكرية بالرجوع إليها، وهذا يعني تأكيد كبير جدا على أنه ما يجري من عملية تغيير ديموغرافي مستمرة بشكل كبير جدا. هناك مناطق يعني الآن مناطق مثل سلمان بيك أو مناطق محاذية لمناطق لمدينة كركوك أو لديالة، هذه المناطق لحد هذه اللحظة لم يسمح لأكثر من 80 قرية بالرجوع إلى أهلها، أو كثير من القرى تم إزاحتها بالكامل، يعني تم تدمير منازلها وتم تجريفها من قبل قسم من عدها من قبل الأكراد، والقسم الآخر تم تجريفها من قبل ميليشيات الحشد الشعبي. لم يسمح لهذه المناطق بالرجوع لحد هذه اللحظة، إضافة إلى أنه المناطق القديمة التي هي مناطق جرف الصخر ومناطق كثيرة في 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 عزيز بلد ومناطق أخرى في بالقرب من سامراء، تجري عملية التغيير الديموغرافي على قدم وساق بشراء أراضي وعملية التضييق على السكان وإجبارهم على بيع هذه المناطق وتركها إلى 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 سكان آخرين. إضافة إلى هذا بأن التغيير الديموغرافي جرى منذ بداية الاحتلال في مناطق كثيرة في البصرة وفي مناطق في جنوب العراق وفي مناطق بابل، كثير من هذه المناطق أصابها التغيير الديموغرافي وأجبروا الأهالي على الساكنين في هذه المناطق بعد أن ألقيت لهم تهديدات إما ترك المنطقة وإما سوف ينالهم عقاب من قبل الميليشيات سواء بالاغتيال أو سواء بالقتل وما إلى ذلك. فتم تغيير ديموغرافي في محافظة ديالى بشكل كبير جدا، في محافظة أطراف بغداد الآن يجري على قدم وساق باتجاه مدينة سامراء أو سواء شمال بغداد، أيضا هناك تغيير ديموغرافي كبير جدا في مناطق تل عفر وما أدراك ما تل عفر، هذه المناطق أصبحت الآن تحت سطوة الميليشيات بشكل كبير جدا، والمناطق المحاذية لمدينة كركوك هناك معاناة حقيقية من قبل العرب المتواجدين في هذه المناطق، يعانون من سطوة الأكراد في الفترة السابقة والآن من سطوة الميليشيات وسيطرتها على هذه المناطق. أستاذ عبد القادر النايل، يعني لماذا من وجهة نظرك يراد تعظيم دور الميليشيات في العراق رغم أن هناك حربا إعلامية ربما بين الولايات المتحدة والميليشيات، إلا أن الأمر في العراق هذا المشروع جار على قدم وساق وأصبح التغيير الديموغرافي يعني أمرا واقعا؟ هو من أجل فرض عملية اليأس، وهذا ما يسمى بكي التطلعات التي تريده الولايات المتحدة أن لا تتطلع الشعوب إلى تغيير، وبالتالي ينبغي الاعتماد على الولايات المتحدة في أي عملية تغيير أو عملية تخفيف من وطأة هذه الميليشيات دون اللجوء إلى عوامل النهوض والقوة التي تمتلكها تلك الشعوب وتلك المحافظات وأبناؤها وعشائرها. وبالتالي الولايات المتحدة أيضا لا تريد أن تكون هناك تطلعات حقيقية لهذه الشعوب لمعرفة مكان من قوتها، ولذلك الإيرانيون أيضا سخروا جميع وسائل إعلامهم الكبيرة وكذلك صحفهم وصحفيهم الذين يشترونهم وبالتالي يعملون لصالحهم أمام غياب أي مشروع عربي في مواجهة حقيقية للنظام الإيراني والانشغال في المناكفات العربية فيما بينهم، وبالتالي يجري عملية التوسعة الإيرانية والتوسع الحقيقي، وبالتالي يريدون إرهاب المنطقة بإشغالهم بأن هناك قوة ينبغي الرسوخ في التفاوض لا لمواجهتها، وإلا فإن أبناء هذه المحافظات الذين استطاعوا بمخابراتها وبقوتها وبحقيقة امتلاكها للأقمار الاصطناعية أي بما معنى أنها تمسح الأرض ومن السماء وبالتكنولوجيا العالية وبجيشها الذي يعد رقم واحد في العالم، ركعت هذه الولايات المتحدة الأمريكية وجيشها في الأنبار وفي الموصل وصلاح الدين وديالة وحزام بغداد ركوعا واضحا تماما، وبالتالي الذي يقرأ جيدا يعلم أن كيف استطاع ثلة قليلة أن تتفاوض أكبر دولة معهم في الفلوجة ويجري عملية تسليم المدينة لديهم لعام كامل قبل أن تغدر الولايات المتحدة. هذه المناطق هذه العشائر لديها القوة في إزاحة هذه الميليشيات، وإلا هؤلاء الميليشيات ليسوا قوة معتبرة عسكريا، هم فقط لأنهم يستطيعون التجول والاعتقال وبالتالي عملية الإجرام الممنهج من خلال عمليات الترهيب في قدرة الاعتقالات والاغتيالات وربما يطال حتى اعتقال النساء وهم يفعلون ذلك، كل هذا حقيقة لا يرهب هذه المحافظات التي جردت من سلاحها، وبالتالي بتحالف دولي كبير لولا الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي
لأصبحت هذه الميليشيات أضحوكة في هذه المناطق، لأنه كل الذين ينتمون إلى هذه الميليشيات، وهذه إحصائية قالتها الأمم المتحدة ونحن نعلمها ميدانيا وأبناء الجنوب أبلغونا بها، أن هؤلاء جميعهم الذين انتموا إلى الحشد بنسبة 80% هم مدمنين مخدرات، وبالتالي أصحاب الجريمة والسرقات وأصحاب الانتهازين الذين قالت بعض العشائر والمحافظات أننا خلصنا من إجرامهم يوم أن تطوعوا وذهبوا إلى ميليشيات الحشد، وهم لا يريدون إرجاعهم إلى هذه المحافظات لأنه ستكثر الجريمة فيما بينهم، لذلك هم يريدون إبقاءهم في هذه المحافظات. هؤلاء ليسوا قوة عسكرية ولن يستطيعوا الصمود أمام الكتلة البشرية المهمة في هذه المحافظات إذا ما أخذت الاعتبار وقررت أن تواجه هذه الميليشيات بطريقة المواجهة المسلحة وبطريقة فاعلة، لأن الكل حتى الذين هم مقربين من هذه الميليشيات في هذه المحافظات يعتبرون أن هذه الميليشيات قوة احتلال مباشرة لصالح النظام الإيراني بطريقة مباشرة، وبالتالي معلوم كيف يكون يتم التصدي لقوات الاحتلال في هذه المناطق. لذلك حقيقة يريدون أن يشيع وأن يستقر في نفوس هذه المناطق وأبنائها اليأس، وفي المنطقة اليأس ليجري عملية التفاوض مع هذه القوى التي لن تخرج عن إطار الولايات المتحدة أو سياسات الولايات المتحدة، تقبل أقدام الولايات المتحدة في سبيل بقائها في السلطة وبقائها بالقبضة الأمنية تحكم هذه المناطق، وسيفعلون كل شيء لصالح تلك القوات المحتلة. لكن هناك تضارب مصالح كبيرة في المنطقة، والمنطقة مقبلة على حقيقة تطورات كبيرة في عام 2019، والنظام الإيراني وصل لمرحلة النضوج وحال لديه حقيقة أن يكون ممن يقطف قريبا بعون الله. أستاذ حاتم، يعني هل باتت لافتات القضاء على الإرهاب، القضاء على داعش، طرد الإرهابيين من العراق، هذه اللافتات التي روج لها من قبل الأمريكيين حسب رؤية محللين، هل بات هذا الأمر هو إعطاء المسوغ لإحلال مشروع التغيير الديموغرافي؟ فما نجده في العراق الآن هو قد حصل بالفعل واقعا. نعم، أكيد أنه مسألة، إذا أردت أن تستبيح أي منطقة الآن سواء كانت في العراق أو في سوريا، ما عليك إلا أن تطلق على هذه المنطقة بأنها تنظيم الدولة أو كما يسمى بداعش وما إلى ذلك من تسميات أخرى. نعم. ولك أن تستخدم ما شئت من الأسلحة ومن الطائرات وما إلى ذلك من قتل وتنكيل بهذه المدينة. هذا ما يجري، والدليل على هذا بأنه المناطق في العراق عندما استعيدت من تنظيم الدولة، ما هي خطة الدولة لهذه المناطق؟ لا توجد خطة لهذه الحكومة ولا للحكومة السابقة، وليس هناك خطة لعملية إعادة إعمار وتأهيل هذه المناطق وإعادتها مرة ثانية إلى سطوة الدولة، وإنما الغرض من عندها تم تدمير هذه المناطق، وبعد أن تم تدمير هذه المناطق تم استباحتها، ثم جاءت ميليشيات الحشد الشعبي لكي تسيطر على هذه المناطق وانتهى أمر الدولة، وكأنما الدولة معنية بعملية التدمير وليس معنية بعملية إعادة وتأهيل هذه المناطق مرة أخرى وإعادتها إلى سطوة الدولة، وهذا ما جرى في مناطق سواء كان في الموصل أو في مناطق كثيرة من العراق، ولا زال يجري على قدم وساق لحد هذه اللحظة. الآن أي شخص يحاول أن ينتقد التصرفات التي تجري في مناطق أهل السنة توجه إليه بأنه كانت لديه علاقات أو كانت لديه ارتباطات مع تنظيمات مسلحة سواء كانت تنظيم الدولة أو غيرها، ثم يتم بعد ذلك اعتقاله ويتم بعد ذلك تغييبه أو يتم قتله وما إلى ذلك من أمور، وهذا ما يحصل في مناطق كثيرة. ولكن مناطق أهل السنة وما يجري فيها من الآن من عمليات ضغط كبيرة جدا، أنا أعتقد إنها لن تستمر إلى وقت بعيد، ويجب على الحكومة أن تنتبه لهذه القضية، ويجب أن يكون هناك تغيير حقيقي في مناطق أهل السنة، لأنه هذه المناطق لن تنام على ضيم مهما طال الأمر ومهما كانت السطوة، لابد لهذه المناطق من أن تنتفض مرة أخرى إذا ما استمرت المعاملة الحكومية كما هي. يجب أن ترجع هذه المناطق إلى أهلها، وأن تكون هناك حكومات محلية حقيقية تقوم بعملية إعادة الإعمار وتقوم عملية بتعمير ما تم تخريبه من النسيج الاجتماعي لهذه المناطق على يد تنظيم الدولة وعلى يد التحالف الدولي في الفترة السابقة. أستاذ عبد القادر، هل تستطيع فعلا الحكومة مواجهة الميليشيات، مواجهة هذا الواقع الذي تتعرض له مدينة الموصل؟ هل هي عاجزة عن تنفيذ أو تخطيط لمشاريع لإعمارها لتخليص أهالي الموصل مما يعانون منه؟ لابد أن نعترف أن الحكومة هي التي تتبع منهجية واضحة في تدمير المناطق، الحكومة غير معنية بعملية الإعمار.
الحكومة تعمل على دعم هذه الميليشيات، لأن الحكومة هي أصلا ولادتها من الميليشيات. هو هذه الميليشيات ممن تكونت؟ أليست تكونت من نفس الأسماء والأحزاب التي جاءت بعد مجلس الحكم؟ أليست هي التي كونت الدولة العميقة لهذه الميليشيات، وأصبحت دولة الميليشيات تبنى بطريقة هادئة من خلال ولاية الملك الأولى والثانية؟ وبالتالي ألم تكن هذه الحكومة هي التي سمحت لإيران بالتمدد في العراق وصنعت الطائفية لأجل أن يكون هذا النظام الإيراني متمدد ولديه القدرة على استقطاب الملفات في المنطقة الطائفية؟ كل هذا يجري برعاية الحكومة الحالية في العراق. ولولا الحكومة والمال العراقي لما استطاعت إيران أن تنفذ أجنداتها لا في سوريا واليمن ولا في العراق ولا في مناطق أخرى، ولا حملاتها التبشيرية في دول إفريقيا وغيرها. إيران سبب علوها وسبب علو النظام الإيراني وتمتعه بالانفتاح في جميع ملفاته هو المال العراقي، والمال العراقي وهب للنظام الإيراني من خلال هذه الحكومات المتشكلة، سواء من حكومات حزب الدعوة أو الحكومة الحالية التي هي أصلاً ولادة إيرانية، وكل هؤلاء تربوا في إيران ويعني كانت إيران صاحبة السطو عليهم في بنائهم وتسمية أسمائهم. ألم يقل أحد جنرالات إيران لقد فزنا في العراق 3-0 في تشكيل الحكومة الحالية؟ هذا كله يؤكد على أنه كل ما يجري هم أتباع وهم يعملون ضمن سياسة إيران، وبالتالي لا يمكن تحقيق لهذه الحكومة لا مواجهة الميليشيات ولا التفكير في مواجهة الميليشيات ولا التفكير في مواجهة تقليص الطائفية من خلال اعتماد العازل أو الانكماش أمام إيران. نعم هناك تطلعات أمريكية يمكن لهذا الأحزاب أن تنفلت باتجاه كسب مصالحها على حساب المصالح الأخرى، لكن هذا مرهون بالوقت وبتطورات الأحداث القادمة. شكرا لك شيخ عبد القادر النايل. أستاذ حاتم الفلاحي، في دقيقة ونصف يعني ما الحلول الآن أمام العراقيين؟ حقيقة هناك تطورات في الصراع الأمريكي الآن أو العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران. إيران تنظر إلى العراق بأنه العنق الاستراتيجي لإيران، وبالتالي هذا التصريح اللي كان لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني سلامي عندما قال بأنه المعركة ستكون على في مدينة حلب أو ستكون في الموصل العراقية، وهذه تصريحات كانت سابقة لنائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني الذي يريد أن يخوض الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس على الأرض الإيرانية وإنما في أراضي دول أخرى من ضمنها العراق الذي مهيئ لأن يكون ساحة صراع مقبلة وكبيرة جدا في مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما فرضت هذه المواجهة، أو في سوريا أو في اليمن أو في مناطق أخرى. وبالتالي أنا أعتقد لن يكون هناك تغيير كبير جدا من قبل هذه الحكومة الحالية، لأن هذه الحكومة حقيقة بدأت ضعيفة وهزيلة جدا بحيث لم تستطيع إكمال الكابينة الوزارية بعد مرور أكثر من 7 أشهر أو 8 أشهر على إجراء الانتخابات. وبالتالي أنا أعتقد بأنه لن يستطيع أن يغير كثيرا، لأنه المحاصصة الطائفية يجب أن تفرض أجندتها على هذه الحكومة وعلى أي حكومة قادمة في العراق. فلذلك لا أتوقع أن يكون هناك تغيير كبير جدا في العراق، ولكني أعتقد بأنه سيكون هناك صراع محتدم في العراق في الفترة المقبلة، وسيكون العراق واحدة من أراضي الصراع المقبلة في المنطقة. شكرا لك ضيفي في الاستوديو، ضيفي الكريم العقيد ركن حاتم الفلاحي، الخبير الأمني والعسكري والباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية راسان. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من عمان. والشكر موصول للدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني في الختام أطيب تحية وإلى اللقاء.